إن عدد كبير من النواب والوزراء في دولة الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما على النواب العرب في الكنيسة بسبب توجه أعضاء القائمة المشتركة إلى الأمم المتحدة للمطالبة باتخاذ موقف واضح وحازم ضد قانون القومية. ويؤكد النواب العرب عنصرية القانون الذي أقره الكنيسة الشهر الماضي بموافقة 62 من أعضائه مقابل معارضة 55 عضوا. ويحدد أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي. وبسبب موقفهم من القانون يتعرض نواب القائمة المشتركة لهجمة تحريضية خاصة بعد تحركاتهم الدولية ضد القانون. والتحرك الذي يؤكد أن نشاط النواب على المستوى الدولي ضد قانون القومية أصبح يقض مذاجع حكومة نتنياهو التي تشعر بقلق من ظهورها أمام الرأي العام العالمي كدولة تؤسس لنظام أبرتايد جديد. وللحديث حول التحركات الدولية للنواب العرب في الكنيسة ضد قانون القومية العنصري وحملات الهجوم التي يتعرضون لها، نرحب بضيفتنا عبر الهاتف من مدينة عكا النائبة عايدة توما سليمان، عضوة القائمة المشتركة بالكنيسة وأحد النشطاء في التحركات الدولية ضد قانون القومية. أستاذة عايدة، مرحبا بك. هذه الذي يثار ضدك، ما هي الأسباب الحقيقية؟ هي زيارتك ولقائك مع أعضاء في الأمم المتحدة، المحاضرات في الولايات المتحدة، أم أشياء أخرى؟ أنا أعتقد فعلا كما قلت في المقدمة أن هذا التحرك بدأ يقض مضاجع حكام إسرائيل الذين اعتبروا بأن بإمكانهم تمرير مثل هذا القانون العنصري دون أن يتم الالتفات إلى الأمر من العالم ودون أن يكون هناك بالفعل حملة تفضح هذه السياسة الممنهجة التي تحولت إلى قانون دستوري عمليا في إسرائيل. هذا الهجوم لأنهم أولا يعني القانون يأتي لنزع الشرعية عنا وعن تمثيلنا السياسي، فبالتالي كيف نجرؤ بين اقتباسين بتحدي هذا نزع الشرعية هذا والتوجه للأمم المتحدة، كما أنه يفضح للعالم هذه الصورة التي تحاول حكومة نتنياهو رسمها وكأنه الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، كما قال لي في رده على قولي بأنه سيسجل في التاريخ أنه أول رئيس حكومة أبرتهايد إسرائيل. نعم. قال نحن الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. هذه الأكذوبة التي بيعت للعالم على مدار سنوات نحن فضحناها في التحركات الدولية الأخيرة والتي سوف نستمر بها رغم التحريض ورغم التخويف والترهيب، إلا أن هذا لن يردعنا لأننا أصحاب حق ولأننا مؤمنون بالقضية التي نسعى من أجلها. نعم. توجهك إلى الأمم المتحدة ولقائك مع نائبة أمين الأمم المتحدة للشؤون السياسية دي كارلو، كيف كان اللقاء؟ ماذا سمعت من الأمم المتحدة وماذا قلت؟ ما هي الرسالة التي حملتها تحديدا؟ الرسالة كانت واضحة جدا من طرفنا بأن هذا القانون ليس شأنا داخليا في إسرائيل، لأنه عندما تقوم إحدى الدول العضوة في الأمم المتحدة بمخالفة ميثاق الأمم المتحدة والذي تم الاعتراف بإسرائيل بحسب التزامها بهذا الميثاق، عندما تخرق هذا الميثاق فهي شأن دولي. قلت أيضا بأن منظمة الأمم المتحدة قامت في الماضي بالتصدي لنظام الأبرتهايد في جنوب أفريقيا باعتبارها أن لها الحق بالتصدي لأي نظام يخرق هذه الأسس والمعايير التي أسست بحسبها الأمم المتحدة، وعليها الآن الالتفات إلى أمر يتم فيه تأسيس نظام أبرتهايد جديد في العالم. الأمر الإضافي بأن هذا القانون أكدت بأنه أيضا ليس شأنا داخليا كونه ينفي حق تقرير المصير عن الشعب الفلسطيني برمته ويحاول تثبيت الرواية الصهيونية ونفي الوجود الفلسطيني ونفي حقه بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وهو أيضا قانون كولونيالي يسعى إلى تثبيت حالة الاحتلال على المناطق الفلسطينية المحتلة. دي كارلو من فيها
يعني كانت مهتمة جدا بالشرح الذي قدمته عن القانون، وقالت بأن صحيح أن العالم لم يلتفت تماما الالتفات إلى هذا القانون وتعامل معه على أنه شأن داخلي، إلا أنها عبرت عن قلقها من التفاصيل التي قدمتها لها في الاجتماع، كما أنها أشارت إلى موقف الأمم المتحدة الثابت من القضية الفلسطينية ومن سعيها وتشبثها يعني كمنظمة في حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته. وأشارت إلى تصريحات الأمين العام الأخيرة التي تحدثت عن ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني خاصة إزاء ما يجري في غزة. نعم، مقابل هذه التحركات هناك ما يوصف بالجوقة الإسرائيلية التي تعزف ألحانا. نريد أن أشير إلى نتنياهو رئيس الكنيسة الإسرائيلي سفير إسرائيل في الولايات المتحدة الذي كتب إلى نتنياهو بأنكم تشوهون صورة إسرائيل، وأن هناك من النواب العرب من يتعاون مع السلطة الفلسطينية لتشويه الصورة الإسرائيلية، وهنا أنتم مهددون أليس كذلك؟ نعم، كان هناك تهديدات كثيرة وردت في الأسبوع الأخير، أخطرها هو حملة التحريض التي نرى فيها بالفعل محاولة سفك يعني هدر دمنا في حال خروج الوزراء، وهذا ما تم باتهامنا بالخيانة لدولة إسرائيل. نحن نقول وقلتها في الكنيسة وأقولها مجددا، أكثر من يجيد تشويه صورة إسرائيل هو نتنياهو وحكومته، عندما يصرون على ارتكاب جرائم تجاه شعبنا الفلسطيني، عندما يصرون أن تكون دولة إسرائيل دولة أبارتهايد ودولة عنصرية تؤمن به فوقية اليهود على باقي المواطنين، هم أنفسهم يكشفون الصورة الحقيقية. لسنا بحاجة لكثير من الاجتهاد أكثر من قراءة النصوص القانونية التي تم تثبيتها، خاصة قانون قومية يهودية الدولة. كان من الواضح بأنهم وهم نعلم أنهم يعدون لمجموعة من الإجراءات العقوبية العقابية تجاهنا وتجاه تحركنا السياسي. نحن نقوم بدورنا وبواجبنا تجاه ضميرنا ومبادئنا وأبناء شعبنا، وإذا ما أرادوا المعاقبة فعمليا يكونون مرة أخرى يثبتون من جديد للعالم ما قلناه، بأنه لا ديمقراطية ولا مساواة، هناك تعامل عنصري فوقي. يثبتونه مجددا إذا ما أرادوا إجراء عقوبات. نحن نأمل بالفعل أن هذا التحريض لا يتحول إلى تحرك شعبي، إذ يعني معروف أن المهووسين والعنصريين موجودين هنا، ولكن بالفعل الخطر الكامن على قضية شعبنا الفلسطيني وعلى وجودنا نحن وبقائنا بكرامة وبقامة منتصبة داخل وطننا هو الخطر الأكبر، وعلينا مواجهة هذا الخطر وتحمل النتائج في هذه المواجهة. أستاذ عايدة، هناك سعي يميني واضح لتعديل بعض القوانين بين قوسين ما عبر عنه بأداب المهنة، اشرحي لي ما هو المقصود؟ يعني المقصود هو إيقاف دوركم واتصالاتكم بالمؤسسات الحقوقية والإنسانية والأممية الدولية، هل وصل موضوع آداب المهنة إلى التطبيق؟ ماذا يعني أيضا من خطر عليكم والتهديد كما قلت؟ أولا، هناك قانون يحاولون التلويح به، وقدم شكوى إلى المستشار القانوني للحكومة القضائي للحكومة أحد أعضاء الكنيسة، اتهمني فيها بتخريب العلاقات الدولية الإسرائيلية. هذا قانون موجود والعقوبة عليه قد تصل إلى 10 سنوات في السجن إذا ما يعني تم التعاطي معه أو محاولة تفعيله. لكن بالنسبة لقضية لجنة آداب، ما أسموه لجنة آداب المهنة في الكنيسة، وهي لجنة حتى الآن كانت جل اهتمامها وليس من صلاحياتها التدخل في التحركات السياسية لأعضاء البرلمان، وإنما كانت أكثر تفحص قضايا الفساد أو محاولات إفساد أعضاء البرلمان.
الآن يريدون إضافة صلاحيات لها بحيث يكون بإمكانهم معاقبة أعضاء الكنيسة الذين يغردون خارج السرب والذين يتحدثون حول الواقع كما نفعل نحن. هناك اقتراح يتم بلورته الآن داخل أروقة الكنيسة، ولن يكون هناك قرار له كما نعتقد إلا في بداية الدورة الشتوية التي تعقد في منتصف شهر أكتوبر. ولكن هناك شكاوى قدمت للجنة أداب المهنة ضد تحركي بالذات في اللقاء مع نائبة الأمين العام، ونحن ننتظر لنرى كيف سيتم التعاطي معها. بالنسبة لنا هذه معركة سياسية، ستكون لنا الفرصة من خلالها إلى التأكيد مجددا على موقفنا وإصرارنا على فضح هذه السياسة العنصرية. نعم. إذا أرادوا أن يفتحوا الملفات فنحن جاهزون تماما. نعم، ركزت كثيرا في لقاءاتك الأممية وفي محاضراتك في الأمم المتحدة على ما أسميته بزيف الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة. هل وصلت هذه الفكرة إلى الآخرين في أمريكا؟ اللوبي الإسرائيلي أيضا نشط في هذا السياق، أليس كذلك؟ نعم، إيباك أو اللوبي الصهيوني الموجود في أمريكا نشيط وله علاقاته في الكونغرس وفي مجلس السنات مجلس الشيوخ، وله حلفاء ينطقون باسمه داخل أروقة ودهاليز الإدارة الأمريكية. نحن نعلم ذلك بدءا من أعضاء الكونغرس حتى وصولا إلى المستشارين رفيعين المستوى على في السلك الدبلوماسي الأمريكي. بالمقابل كانت هناك حفاوة بالغة من تنظيمات شعبية موجودة ونشيطة في أمريكا، من لجان تضامن مع الشعب الفلسطيني، من تحركات لمنظمات سلامية التي رأت هذه الخطورة وفهمتها تماما، كما قدمت لهم البراهين حول تدخل هذه الحكومة في مختلف الأنظمة أو المجالات التي من شأنها في أي دولة طبيعية أن تضمن الديمقراطية، إذا كان في الإعلام أو في الجهاز القضائي والتعديلات التي جرت عليه مؤخرا لضمان توجه سياسي معين، رأيناه في الحكم الذي أصدرته المحكمة المركزية بالأمس عندما قالت بأنه سرقة الأرض الفلسطينية ومنحها للمستوطنات إذا تمت بحسن نية من طرف الحكومة فهي مقبولة، يعني بمعنى أن الجهاز القضائي أصبح يشرعن السرقة. نعم. ويشرعن الاستيطان بشكل واضح وعلني. نعم. أعتقد بأن الرسالة وصلت وردود الفعل كانت إيجابية جدا. السفير الإسرائيلي أستاذ عايدة في الأمم المتحدة كتب إلى حكومته ملاحظا أنه في السنوات الأخيرة سجل تقارب وتواصل بينكم وبين السلطة الفلسطينية للتخريب وتشويه صورة إسرائيل في الخارج. ما هي حقيقة هذه الاتصالات مع السلطة الفلسطينية معكم أنتم كنواب عرب؟ يعني هذا السفير كما يبدو بعده عن البلاد أخرجه خارج السياق تماما. ليس بجديد بأننا نرى في العلاقة مع السلطة الوطنية ومع قيادة شعبنا الفلسطيني أمر هام وضروري لتثبيت عمليا العمل السياسي الديمقراطي باتجاه إحقاق حقوق شعبنا الفلسطيني. تحركنا في الأمم المتحدة لم يكن بتنسيق مع السلطة الوطنية، ليس لأننا لا نريد التنسيق وليس لأننا لا نبغي، ولكن هكذا شاءت الأمور يعني وهذا ما تم. ولكن يعني هذا العمل أو التوافق في المواقف وفي تحليل هذا القانون يتفق عليه ليس فقط النواب العرب والسلطة وإنما كل أحرار العالم. هذا ليس بجديد، المنطقي والطبيعي عندما يأتي قانون ليسلب حق الفلسطيني المواطن في إسرائيل حقه الديمقراطي والشرعي في الوجود والبقاء والعمل السياسي الديمقراطي ويعتبره مواطن درجة ثانية أو ثالثة، ومن ناحية أخرى يسلب الشعب
الفلسطيني حقه بتقرير مصيره. أعتقد بأنه من الطبيعي أن تتوافق الآراء في هذه نعم، الحالة. يبدو أن هناك ضغطا واضحا من خلال هذا القانون العنصري كما وصفتموه لي، الضغط على النواب العربي العرب في الكنيسة. هناك حديث عن استقالات مستمرة أستاذ عايدة كما يقال، ما هي حقيقة هذه الاستقالات وتأثير هذه الضغوطات على نفسية وحضور ودور النائب العربي في الكنيسة الإسرائيلي؟ أولا أريد أن أؤكد كما تلاحظون، منذ أن تم سن هذا القانون ونحن في عملية حراك غير منقطعة 24 ساعة في النهار، يعني بمعنى أننا أعلناها من على منصة الكنيسة، وهذا ما قلت ردا على السفير الإسرائيلي بأن بالفعل خارج السياق، لأننا لم نقم بشيء لم نعد به في الكنيسة ولم نتوعد به. قلنا بأننا لن نصمت ولم نصمت، قلنا بأننا سنحرك الجمهور، وأخرجنا أكثر من 60,000 إنسان إلى شوارع تل أبيب للاحتجاج على هذا القانون. قلنا سنتوجه للأطر الدولية وفعلت هذا مع الأمم المتحدة، وزملائي فعلوا في أماكن أخرى. نغادر بعد يومين إلى بروكسل للعمل أيضا أمام مؤسسات الاتحاد الأوروبي. بمعنى أن هذا القانون وهذه الضغوطات فقط تحملنا المسؤولية التاريخية للدفاع عن الجمهور الذي انتخبنا. يعني أفضل هدية ممكن أن تقدم لحكام إسرائيل هو في انكفائنا على ذاتنا وتقوقعنا وانسحابنا من الحلبة السياسية. لن نمنحهم هذه الفرصة ولن نعطيهم هذه البهجة بالتخلص منا، وإنما إذا مقصد الأمر فسنكثف أكثر وأكثر نشاطنا وسنفضح هذه السياسة في العالم. ونحن موجودين في البرلمان ليس بتعيين لا من نتنياهو ولا من حكومته حتى نقدم استقالتنا لهم. نعم. نحن انتخبنا جمهورنا لنمثله ولنكون جبهة الدفاع الأولى عنه، وطالما أعطانا هذه الثقة سنستمر بحملها وبتحمل مسؤولياتها. هذا الفضح الذي تسعون إليه أستاذ عايدة دوليا وأمميا ربما ستكون له نتائج بطبيعة الحال، ولكن موازاة إلى هذا العمل اليومي في الكنيسة المقاوم لقانون العنصرية، ما هو الدور الاجتماعي الحقوق الإنساني للمجتمعات العربية للمجتمعات الأوروبية؟ أريد أن أذكر مثلا مقاطعة البضائع الإسرائيلية في أوروبا، هل يمكن أن تساعدكم كفلسطينيين للرد على الأكاذيب الإسرائيلية في سلب الحق الفلسطيني؟ نحن نعلم هناك حركة مقاطعة نشطة جدا في أمريكا وفي أوروبا تحديدا، وخاصة ضد المستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة وما ينتج عنها وكل منتوجاتها وما يمثل المستوطنات. نحن نعتقد بأننا بحاجة أولا وقبل كل شيء من العالم العربي إلى وقفة وحدوية صادقة كفاحية في وجه هذا القانون والتخلص من بدايات العلاقات التي نراها تنسج يوميا بين هذه الحكومة اليمينية الفاشية الإسرائيلية وبين بعض الأنظمة العربية. آن الأوان أن يعي إخوتنا العرب بأنهم امتداد لنا، وكما عولنا في الماضي على التضامن العربي يجب أن تكون هناك بالفعل يعني وعي بخطورة هذا. أستاذ عايدة، ما ذكرتيه عن هرولة بعض النظم العربية مؤخرا والخليجية تحديدا داخل، كيف تلاحظون هذا التطبيع، هذه الهرولة العربية، التأثيرات السلبية عليكم من خلال شراء بعض البيوت الفلسطينية، المواقف السياسية، استعمال أسلحة وسماعات لرصد هواتف حكام في هذا الموضوع، كيف تتابعون هذه القضية؟ يعني كان هناك كشف لمجموعة من القضايا من ضمنها تباهي نتنياهو بنفسه بإعلانه
بأن هناك علاقات اليوم مع أنظمة عربية خليجية، وخاصة في إطار المحور الجديد الذي تريد أن تبنيه الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، على أن يشمل إسرائيل ضمن هذا المحور تحت بند وتحت اسم التصدي لإيران في المنطقة. من الواضح أنه لا يمكن فصل قانون القومية وما ينتج عنه من نفي لحق الشعب الفلسطيني من التطورات الحاصلة في المنطقة. هذه التطورات التي أنهكوا فيها الجسد العربي من خلال الدول التي كان لها مواقف واضحة من العلاقة في إسرائيل والمؤامرات التي حيكت، ومن ناحية أخرى يعني إغراق الشعوب العربية بدمائها حيثما نظرنا، إذا كان سوريا ولا العراق ولا اليمن ولا مواقع أخرى التي مستنزفة ودماؤها، يعني الشعب العربي مشغول أيضا بقضاياه الداخلية، ولكن من ناحية أخرى هناك اصطفاف كما يبدو لأنظمة عربية باتجاه الضغط على الشعب الفلسطيني في محاولة لتمرير ما يسمى صفقة القرن، صفقة القرن التي ستقضي على أمال الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة. يريدون للشعب الفلسطيني أن يكتفي ببعض الكنتونات المقطعة عن بعضها وغير المتواصلة جغرافيا، وتعزيز حالة الانقسام القائم داخل الشعب الفلسطيني. نحن على ثقة بأن شعبنا الفلسطيني الذي اجتاز الكثير من المحن والمؤامرات في تاريخه سيتمكن، ونأمل بالفعل ونتوجه لكل القيادة الفلسطينية على مختلف مشاربها بالسعي نحو الوحدة وصد الطريق أمام هذه المؤامرات. شكرا جزيلا لك الأستاذة عايدة توما سليمان العضو الكنيسة الإسرائيلي، شكرا على هذه المعلومات، وتابعنا من خلالك الهجمة الشرسة على النواب العرب. نتوقف الآن مشاهدين الكرام مع فاصل قصير، نتابع بعده عرضا لأبرز ما تناولته الصحافة العالمية خاصة في الشأن العربي، ابقوا معنا.